يعني اسلام لما انت تروح وانت بتشتغل وبتاع ومتجوز وعندك التزاماتك تقول لها انا هبقى مدير النادي الاهلي والكابتن صالح عرض عليا اتفرغ وابقى مدير النادي الاهلي وهسيب شغلي و هتقول لك يا عم لا هتقول لك قال طب وفرض بعد الكابتن صالح هتعمل ايه؟ طب قول الو انا بره القصه دي اتفضلوا في الوهات قول الو الو ايوه ايوه اهو كمين بقى كمين امال ايه؟ الله واحنا النهارده يعني لا اصل مش ممكن بعد الكلام الحلو اللي اتقال ده وبرده بعد الكلام الحلو اللي اتقال وانا برده يا جماعه على فكره انا بعد الكلام الحلو انا حاسس كنت على فكره يا جماعه لا راجيه دي ست جميله الحقيقه والله ما هو كلام حلو والله كلام حقيقي واستحقه يعني انا بالنسبه لي انا بقول لك بتروح تقول لمراتك انا هسيب شغلي واشتغل في النادي الاهلي مع مجلس اداره ممكن يحبني ويجي اللي بعديه ما يحبنيش انت يعني لازم توجه لي الشكر انا كمان ان انا نقلتك من التجمع في حضن النادي الاهلي على سور النادي الاهلي هو اللي جاب لي البيت ده علاقه كبيره جدا يعني نقلته من التجمع خليته على سور النادي الاهلي للشيخ زايد ده انا طول عمري اقول ايه بقى انا مدير النادي ما اروحش اخد شقه جنب النادي فسنه من سنتين كده اتنقلت من بيتي في المريوطيه بعت البيت هنا بدور رحت الاول التجمع بعدين قال لي ما تيجي هنا طب انا مش لاقي طب احنا معانا حد نكلمه ولا لا طب ولا انا لا ولا عشان انا اللي هتضرب كده ما هو قال لي بيفتح لي مواضيع بعمل له ايه محرم يا فندم ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا مساء الفل ازاي حضرتك اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا الحمد لله اولا حضرتك مشرفانا ويعني سعداء جدا 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 ان احنا نسمع صوت النص الحلو الاخر من مهندس عادل القيعي والحقيقه يعني بعد اعتقد كام سنه جوازه يا باشمهندس يوه لا دي من 83 شوف النهارده 37 تقريبا 37 سنه يعني ما اعرفش يبقى كام من 37 اهو 37 سنه من 83 37 سنه وما زال الحب والعشق في القلوب يعني اعتقد ان ده شيء رائع يعني ربنا يبارك في حضرتك الله يخليك يعني ازاي قابلتي بالمهندس عدلي بيقوله ده ازاي يعني هو كان شغال في مكان كويس وبيقبض كويس ساعتها وازاي تقبلي ان هو يسيب كل ده ويتفرغ للنادي الاهلي لما حضرتك تشوف الحب الشديد والاخلاص الشديد والاقتناع الشديد ويعني انا حسيت ان هو دي حاجه بالنسبه له مهمه جدا وهو كمان كان بيشجعني في شغلي جدا وكان بيقف جنبي ما كانش ممكن ان انا ارفض ما كانش ممكن ان انا اشوف الاهتمام الشديد ده منه والاخلاص الشديد ده وان انا اقف قدام تحقيق حاجه بيحبها فعشان كده حضرتك اصريتي ان هو ما عندكيش مشكله بس هو دلوقتي لو حد سمع الكلمتين دول ممكن يقول لك ايه انا كست ولسه متجوزه طب ما انا اخليني في المضمون احسن يعني ابعد النادي الاهلي ممكن تقعد سنه ممكن تقعد شهر ممكن تقعد شهرين يعني بطبيعه كل الانديه يعني حتى لو قعدت سنه وكنت ناجح يجب التغيير يعني والله ما كانش قدامي غير ان انا لازم اشجعه ولازم اقف جنبه ما كانش قدامي غير كده ما كانش في سكه تانية اقدر اعملها لان زي ما بقول لحضرتك اللي انا شفته يعني يمكن انتوا بتشوفوا النتائج اللي هو عملها او الخلاصه يعني انت كنت بتعرفي قبل اي حد اللي شايفه البدايات انا اللي شايفه الواحد ما بينامش انا اللي شايفه اهتماماته في كل لحظه ال 24 ساعه ال 24 ساعه زي ما هو كان بيقول كده الاهلي وطني فانا ده بقى شايفاه وحاساه وعايشاه فما اقدرش اقول حاجه ممكن ما كانش ممكن ان انا اقف قدام طموحاته أيوة. وان انا اكون سبب ان انا ابعده عن حاجه بيحبها ما كانش ممكن يعني برضو المهندس عادل شخصيه يعني تحبيه جدا وفي نفس الوقت تخافي منه جدا يعني لما يجي يتناقش معاك في حاجه غلبان خالص لا ما لو سمحت بقى بعد اذنك لما تيجي يتناقش معاك في حاجه او يتعاقد معاك او كمدير نادي مثلا يتكلم معاك في حاجه معينه او كعضو مجلس اداره كذا شخصيه صعبه شخصيه دايما بتحافظ على حقوقها وحقوق النادي فانتوا في البيت بتتعامل او بيتعامل هو معاكي في البيت ازاي لا يعني انا مش شايفاه هو شخصيه صعبه انا شايفه ان هو دايما يعني انا طبعا حضرت ناس كتير كان بيمضي معاها وبيقابلها طبعا طبعا وكنت بسمع وبشوف فكان هم كانوا بيحسوا بحبه الشديد للنادي الاهلي وكان اول بدايه بيبداها مع اي حد
يمكن حضرتك برضو كنت من الناس المهمة اللي جابهم اني لو كنت انت مش عايز تلبس قميص النادي الاهلي روح اخرج وروح شوف في اي انت عايز تروح فين. فكانوا بيحسوا قد ايه قيمة النادي الاهلي عند الراجل ده. فما كانش في مجال بقى انه يبدا يساوم او انه يبدا يقول يماطل في الكلام او اي حاجه. كان الطريق دغري جدا يعني. انت شايفه ان هو صعب, انا كنت شايفاه ان هو بياخد اقصر الطرق. لا هو مش انا الواحد اللي شايفه صعب يعني. لكن ناس كتيره جدا. لكن يعني انا عايز برضو انقل الجمهور النادي الاهلي المحب والعاشق للاسطوره والرمز عدل القيعي ازاي بيقعد في البيت يعني. مش دلوقتي بالمجال يعني. في البيت يعني اب و... ويمكن ان انا زي ما هو بيقول كنت مثلا بشوف مطالب الولاد بتاع مش عارف ايه, بس هو كان متابعنا فعلا يعني. ما كانش يعني هو كان في النادي بس كان في اي وقت محتاجينه بنكلمه بنلاقيه يعني. ما كانش ما كانش بعيد عننا يعني. كان معانا على طول. انا بنفذ لكن هو بيراجع معانا بيشوف. ما كانش بعيد يعني. ما كانش مثلا ما اقدرش اقول لك ان هو ما يعرفش حاجه عن الولاد, لا ده ما كانش موجود صراحه. عارف كل حاجه يعني. انا بس بقول مشاوير, بعمل حاجات, بودي دروس, بودي النادي, بودي مش لكن هو وقت ما نعوزه معانا بنكلمه بنقول له اعمل ايه, اتصرف ازاي, اروح فين, اجي ازاي. كان معانا موجود, ما كانش متباعد ابدا. استاذ محرم اللحظه الوحيده اللي ما بيتكلمش فيها المهندس عدلي وما بيقدرش يقاطعها, مش قادر يقاطعها. لا ما بتقول الكلام ده يتقطع. والنبي اللي تقول الكلام ده تقطعه. لا طبعا ازاي بس. لا طبعا لا يا ست جميله صح. لازم نحييها ونديها حقها طول عمرها. خلي بالك ده دي اقصى واقوى ناقده ليا. اسمع لحد النهارده. طب اسمع بس هي بتقول ايه وهنرجع تاني. اتفضلي يا فندم اتفضلي. بقول ان مأخ محرم اخ عزيز يعني, هو ومراته يعني دول طبعًا. من اعز الاحباب يعني. طبعا ليهم دور كبير في اشياء كثيره جدا. دي لكن في النهايه اكثر ناقده وعن علم لان هي طبعا بتشوف كل حاجه. لا هي استاذ في النقد دكتوره يعني. فهي ده بتعاملني بمعايير صارمه يعني. محدش حتى في البرنامج انت قلت كذا النهارده, خلي بالك مش عارف من ايه. ما تروحش للحته يعني ايه. فمعاييرها معايير صارمه بلطف لكن مهمه. في 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 تفاهم. في تفاهم دي احسن حاجه. واخيرا يا فندم لو عايز اسمع من حضرتك كلمه بعد النهارده, خصوصا بعد اعتذار المهندس عدلي القيعي على استكمال مشواره خلال فترات طويله جدا داخل النادي الاهلي وطبعا في القناه يعني. ده بعيدا عن القناه, الكلام اللي احنا بنقوله ده هو موجود في القناه يا جماعه برضه عشان ما حدش يقلق. هو موجود ومشرف عشق الاعلام وهيفضل موجود في القناه يعني. لكن انا بتكلم عن اعتذاره واستكمال مسيرته داخل النادي الاهلي في اخر هذه الحياه الطويله جدا جدا من داخل النادي الاهلي. تقدري تقولي له ايه حضرتك؟ اقول له احنا متشكرين جدا على كل حاجة انت عملتها عشاننا, وكفاية ان انت تركت لنا اسم نفتخر بيه وسمعة نفتخر بيها. وان يعني كان لو اخترت تاني في حياتي مش هلاقي حد احسن منك. وربنا يوفقك. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل حاجة كانت زي الفل وربنا كرمنا جدا جدا جدا. الحمد لله يا فندم, ربنا يديك الصحة. وكان شرف لينا ان حضرتك تكوني معانا على الهواء مباشرة. طبعا زوجة المهندس عدلي القيعي, انا بشكرك جدا جدا يا فندم على وجودك معانا. وكلام يعني انت النهارده انت سهرتها مرة لساعة 2 بالليل. انا ايوه هحكي لك ازاي بعدين مش دلوقتي.